الجسم بيدخل في مرحلة الصيام بعد 8 ساعات من آخر وجبة تناولناها. مثلا تناولنا وجبة السحور قبل أذان الفجر، نحسب 8 ساعات بعدها الجسم راح يحتاج لطاقة. هذاك الوقت أفضل وقت لحرق الدهون عن طريق إن إحنا نكون أثناء الصيام بحركة مستمرة. مثلا ممكن ننزل برنامج عداد الخطوات، هم أغلب عداد الخطوات بحطوا هدف 6000 خطوة، وإحنا بإمكاننا نتحكم بهذا الهدف. بس فعلا 6000 خطوة أثناء فترة النهار، كل نهار شوي طويل، تعتبر كثير متوسط وممتازة، ونتيجتها كثير ممتازة كمان. وممكن مرة على مرة نحاول نزيد هاي الخطوات، مثلا بالنهار نوصل 10000 خطوة، مو شرط ورا بعضه، خليكوا بس بحركة مستمرة أثناء النهار. النتيجة راح تكون أفضل من ممارسة الرياضة قبل أذان المغرب، لأنك بحركة مستمرة جسمك يحتاج لطاقة، صار يسحب من احتياجاته عن طريق المخزن بأجسامنا. وضروري طبعاً نضبط كميات ونوعيات الأكل أثناء فترة الإفطار عشان نستفيد أكثر من خسارة الوزن.